اليوم نكمل آخر جزء في هذا اللاب اللي هو لاب 8. بنستخدم الكود اللي سويناه في لاب 7 وبنضيف عليه حاجة بسيطة. بس إيش سوينا أساساً في لاب 7؟ سوينا كلاس student، أوكي، وعطينا هذه القيم ال variables، أوكي، وسوينا له methods setter و getter، وكان في method تغير الجي بي اي، طبعاً هذا ما كان موجود فانسو. وسوينا بعد object اسمه birth date واستخدمنا منه هذه الميثود. وفي المين رحنا سوينا initialize الarray of object من هذا الكلاس اللي هو student. بعدين سوينا هذا الكود، خلينا نشوفه. أخذنا number of student السايز حق الarray من اليوزر، بعدين خزناه في الarray وسوينا هذا switch بحيث إن نطلع هذا المنيو لليوزر إنه يبغى يسوي add، يبغى يسوي update، يبغى يسوي delete student. هذا اللي سويناه في اللاب الماضي. الحين يبغاني بس أزيد حاجة، management of reference type object، add a new class وأسميه study program، كلاس جديد، والكلاس هذا يكون فيه هذه الفاريبل major، يكون نوعها string، ويكون فيه degree string بعد، والgraduation year، الgraduation year بتكون integer. بعدين في المين أسوي object أو في class student أسوي object في class student. حلو. بعدين use this object to add the last certification the student has got. يعني هذه الأري حقتي، تمام، واحدة منها كل object فيها يعني من class student. داخل class student أنا عندي ID، عندي first name، عندي last name، عندي GPA. هو يقول لما تسوين هذا الكلاس الجديد اسمه study program سوي منه object وحطيه في class student. خلاص سوينا هذا الobject study program، وهو أساسا من وين؟ من هذا الكلاس اللي بنسوي بعد شوي. الكلاس وش فيه؟ major، degree، graduation year. طبعا هذه شرحتها في اللاب اللي راح، هي مو 5.5 أصلا، هذه invalid GPA، مفروض من 0 ل 5، بس يعني تجاهلهم. فهذا اللي بنسويه زيادة، بروح لكلاس student وأزيد عليه object من كلاس ثاني. بس أول شيء خلونا نسوي الكلاس الجديد، هذا المين حقنا وهذا كلاس student. الحين بروح نفس الباكج وبأضيف كلاس جديد وبسميه study program. اوكي، بسوي الثري variables اللي اعطاني اياهم بخليهم كلهم private. بعدين بسوي الكونستركتور تكون فاضية. اوكي، الحين بسوي انيشلايز كل واحد فيهم بالقيمة الجديدة اللي هي راح يسوي لها باس اليوزر. فهذه الكونستركتور بيكون اللي داخلها الميجر، هنسميه ام، وبيكون فيها الديجري، بيكون فيها graduation year. اوكي، يا اكتب this dot واحط الفاريبلز اللي هم degree، graduation year والميجر، بعدين اسوي equal واسوي لها initialize مع هذا، او direct احط degree equal ال d، تمام، واكمل على الباقي. بعد الكونستركتور بسوي getter وsetter لكل هذه ال private variables.
اوكي كذا سويت انا الكونستركتر اللي تاخذ القيم من اليوزر وتسوي انيشلايز للفاريبلز. بعدين سويت جيترز لانهم يعني برايفت فاريبل، ما انا ما اقدر اوصل لهم دايركت، اسوي لها جيتر ترجع لي القيمه. بس اخر شيء بضيف ميثود اسمها تو سترينج ترجع لي الفاريبلز هذه، يعني ترجع لي الديجري مع الميجر مع الجريدير كلهم كذا دفعه واحده، بسميها تو سترينج بابليك لانها بترجع سترينج فهي سترينج تو سترينج. ديجري بعدين تمام. لكن قبل راح اكتب شيء هنا over write. ايش هو الاوفر رايد؟ طيب الحين في الجافا انا لما اسوي كلاس اقدر اقول ان هذا الكلاس مثلا اكستند من كلاس ثاني. وش يعني؟ ان الكلاس اللي سويته مثلا student قلت انه اكستند من الاوبجكت، اوكي هذا كلاس وهذا كلاس. الستودنت لو اسوي منه اوبجكت يقدر يوصل للميثود والفاريبلز اللي موجوده في البارنت، لان انا قلت ان الستودنت هو تشايلد للاوبجكت، فاي اوبجكت من هنا يقدر يوصل لكل الميثود والفاريبلز اللي موجوده عند البارنت. تمام، هذا معنات اكستند، ويصير الستودنت هو السب كلاس وهذا البارنت اللي هو يعني السوبر كلاس. في اللابات الجاية بنشوف كيف أنا أسوي two class أسويهم كلهم وأخليهم extend البعض. تمام، فأنا سويت class student، يعني فعليا أنا سويت student وسويت study program صح، هذه الكلاسين. ما قلت إن student extend من حاجة ثانية، ما قلت إنه لها super class. لكن الجافا عندها class كبير اسمه object وفيه methods معينة، وكل كلاس تسوينه يكون extend منها بدون ما تقولين إنه student extend. خلاص كذا أي كلاس أنت تسوينه السوبر كلاس له حيكون الأوبجكت. فالأوبجكت هذا عنده method اسمها toString. تمام، وإحنا قلنا إن لما يكون فيه كلاس extend من كلاس ثاني، يعني مثلا study program هو child حق الأوبجكت في الحالة الطبيعية، لأنه الأوبجكت هو كلاس موجود built in في الجافا مو أنا سويته، فأقدر أوصل للميثود حقتها. تمام، فأقدر أستخدمها. لكن هنا في الأوفررايد لما حطينا كلمة أوفررايد، هي الميثود هذه موجودة في الأوبجكت، يعني أنا لو مثلا ما حطيتها أصلا هي كامل ورحت استخدمتها مع الأوبجكت حق الستدي بروجرام، ترى ما بقول شيء غلط، لكن بيجيب لي يعني التو سترينج اللي موجودة في الأوبجكت أنا ما أعرف هي داخلها وشو، بس هي ترى ترجع الأدرس وترجع أشياء كذا أنا ما تفيدني، بوريكم إياها بعد شوي. بس أنا لما أكتب override أبغى أستخدم هذه نفسها اللي موجودة في الأوبجكت بس بغير اللي داخلها. فهذه الفكرة من override، أن تستخدمين string قصدي method موجودة في السوبر كلاس اللي هو الأوبجكت وتغيرين عن اللي داخلها. يعني أنا مثلا ما أبغاها ترجع لي نفس اللي ترجعه في الأوبجكت كلاس، لا بغير على كيفي، أبغاها ترجع لي الدجري والميجر والجريدير. فهذه الفكرة من الأوفررايد، بستخدم ميثود موجودة في كلاس يعتبر سوبر كلاس للكلاس اللي أنا فيه، فقبل ما أحطها أحط أوفررايد في حال أني كنت بغيرها من داخل الامبلمنتيشن حقها راح يتغير. لكن لو نفسه خلاص بدون ما أسوي لها انيشلايز هنا أصلا بدون ما أعرف الميثود أنا أقدر أوصل لها، لأن زي ما قلنا أي كلاس أسويه في الجافا الأب حقه أو السوبر كلاس له أوبجكت. فهذه فكرة الأوفررايد. الحين
نكمل جزئية السؤال. أوكي خلاص سوينا هذا اللي قاله. الحين يقول سوي object داخل class student ensure to initialize it. طيب نرجع للصورة اللي قبل شوية. هذا عندي الأوبجكت اللي من class student، فياخذ الID الفيرست نيم اللاست نيم الجي بي اي البيرث ديت والستودنت كاونتر اللي هو كان ستاتيك يعني شير في كل الأوبجكت، وبضيف عليه أوبجكت ستادي بروجرام من وين؟ من الكلاس اللي الحين أنا سويته اللي هو في الميجر والديجري والجراديويشن يير والجيترز حقتهم والتو سترينج. أوكي طبعا هذا مو يو ام ال صدقي يعني، بس عشان أوضح لكم. فبنروح لكلاس ستودنت، هذا هو هذه هي الفاريبلز حقتها اللي سويناها المرة اللي طافت. الحين بس بزيد عليها الأوبجكت اللي من هذا الكلاس، فهذا اسم الكلاس وخليها برايفت، بعدين اسم الكلاس وبسميه مثلا بروجرام، هذا اسم الفاريبل تمام، ونوعه من هذا الكلاس. اوكي كذا انا عرفته. اقدر دايركت لما اعرفه اسوي له initialize تمام، او initialize اسوي له هنا passing. طبعا يطلع لي غلط لانه ايوه انا لما اسوي this واحط داخلها القيم هي بتروح تسوي كول لهذه الكونستركتر وتعطيها القيم الموجودة هنا. لما نجي لهذا الكونستركتر ونشوف القيم اللي بيصير لها ماتش مع هذه ما تقبل هذا، مو موجود لها variable، فبس بضيفة نوعه نفس هذا وبسميه بي مثلا. اوكي فراح الايرور، صار عندي بروجرام وعنده هذه القيم تمام، بس هي فعليا للان صفر، لان لو تلاحظون ان لما سويت هذا الاوبجكت استخدمت ايش الامتي كونستركتر، فالامتي كونستركتر وش تعطيني ولا شيء، بس تقول ان عندك ديجري ميجر جريد يير وعندهم الديفولت فاليو، فلازم اسوي له باسنج للقيم الجديده واستخدم هذه الكونستركتر عشان اغير القيم تمام. وين بسويه؟ هنا البروجرام equal البي هذه اللي سويت لها passing تمام. وخلاص سوينا لهم setter و getters كلهم، الحين بس نضيف حقات الobject هذا اللي سويناها زيادة public، والsetter بتكون void set qualification طبعا الستيرز لازم تاخذ بارامتر عشان تغير، ف تاخذ اوبجكت من نفس الكلاس عشان تسوي له انيشلايز، سميه بي مثلا، بعدين نكتب ذس دوت، راح نختار البروجرام اللي هو موجود هنا هذا البروجرام ونغير عليه، نغير عليه ايش؟ بالقيمة اللي سويت لها باس، وبس كده انا سويت الستر. باقي الجتر، طبعا الحين انا في الجتر لازم احدد النوع. طيب اللي راح يرجع اللي هو البروجرام او البي ايش نوعه؟ نوعه هذا هو ستدي بروجرام، لانه هو اوبجكت من كلاس ثاني تمام، فأحط اسم الكلاس وأسمي الميثود get qualification والجيتر ما تاخذ شيء لأنها بس بترجع، وreturn للبروجرام. خلاص كذا أنا سويت التعديلات في class student، باقي
أسوي التعديلات في المين. خلاص سوينا على add. الحين use the object to add the last certification the student has got. لما أخذ المعلومات هنا من اليوزر، شوفوا لما قلنا له add student بنروح لهذا الميثود، إيش كانت تأخذ منه؟ تقول please enter the following student information: the first name واللاست نيم والبيرث ديت والجي بي اي. الحين أنا ضفت حاجة جديدة اللي هي الفاريبل الجديد، فبقول له نفس الشيء، أعطيني ال classification حقته. أول شيء عشان أخذ القيم من اليوزر بخزنها في three variables: degree و major و integer اللي هو حق graduation year. تمام. بعدين بطلب منه يدخل لي last qualification، ويعني هذه message بس. أول شيء الدجري بخزنه هنا، بأخذه بنكست لاين، أوكي مو نكست، ميجر والير. بعدين آخر شيء أنا أخذت القيم هذه بسوي لها باسنج في الكونستركتر. لو تذكرون الكونستركتر حقتنا كان شكلها زي كذا، اسم الأري، لأن إحنا نتعامل مع أوبجكت أوف أري، أري أوف أوبجكت قصدي. وهنا نحط student dot counter. أول شيء هذا variable موجود هنا في class student، أوكي هو شير باي كل الاوبجكت، يعني لو في كل اوبجكت انا اضفت او عدلت على هذه القيمه راح تتغير عند الكل. فكانت الفائده من هذا الفاريبل انه يعلمني كم فعليا انا اضفت قيم. يعني ممكن هنا في بدايه البروجرام لما يسالني عن كم تبين النمبر اوف ستودنت واقول له 10، بس انا فعليا ما دخلت الا 2، يعني عطيت اسماءهم عطيت الايج وعطيت هذه المعلومات بس لاثنين. فلازم يكون يعرف اللي بتضيفين الحين كم ترتيبه في الاري. فباستخدام هذا الفاريبل اسوي له كول باسم الاوبجكت، فسواء كان هذا 03 راح ينحط هنا ويروح للاري عند هذا الاندكس اللي هو 3، لنفترض انه 3. بعدين اسوي له انيشلايز بالكونستركتر اللي تاخذ قيم اللي قبل شوي سويناها. شوفوا هذه الستودنت، هذه كانت تاخذ الفيرست نيم والاي دي واللاست نيم والبيرث ديت والجي بي اي، وانا حطيت عليها الستدي بروجرام اللي هو ده. فلما نجي نسوي باسنج هنا شوفوا مطلع لي ايرور، يقول انت تقولين لي في الستودنت كلاس انها راح تاخذ شيء زياده بس مو موجود هنا. فانا الحين بسوي لها باسنج. انا كيف اضيفها واعدل هذا الايرور؟ اقدر اسوي زي كذا، اوكي سويت يعني اوبجكت من نفس الكلاس واعطيتها هذه القيم اللي دخلها لي اليوزر، واسوي لها باسنج هنا، يعني اقول كذا بي وخلصنا. او اني دايركتلي احط نيو مع اسم الكونستركتر والقيم هذه واحطها هنا راحتكم، يعني يدخلونها تو لاينز يا ون لاين. فعدلنا الايرور هنا في الادينج. طيب وهذه ابديت للستودنت جي بي اي، ما له دخل، احنا ما غيرنا شيء على الجي بي اي. update student هنا راح نضيف حاجة، بنسوي call للgetters عشان تجيب للقيم القديمة للstudent، يعني get id get name get qualification نوريه القيم اللي بغيرها. so بسوي passing للقيم الجديدة، وراح ناخذها في variables زي اللي سويناها قبل شوي. هنا لما نسوي call للsetter حقت الqualification هي وين موجودة؟ في كلاس الستودنت، هذه الست كواليفيكيشن والجيت كواليفيكيشن. ما حطيناها في الكلاس الأصلي حقها لأنه أنا بغيرهم ثلاثتهم. كذا خلصنا الأبديت. البرنت باقي بعد بغير عليه. في البرنت ستودنت عندي فور لوب تطبعهم كل معلوماتهم، يعني في كل الاري بنضيف بعد خليها تطبع الكواليفيكيشن باستخدام الجيترز طبعا، لانه الجيت هنا في كلاس ستودنت ترجع لها المعلومات كامله سواء الميجر ولا الدجري او الجراديويشن يير. تمام.
تمام. في السيرش ستودنت قاعد يسوي سيرش باستخدام الاي دي، فما راح نغير عليه. وديليت ستودنت برضو ما راح نغير عليه. و التشيك ريكورد ما لها دخل، فبس مفترض انه يشتغل. نقول ان عندنا ستودنت واحد بس، تمام. يور تشويس مثلا بسوي اد، شوفوا الحين طلع لي الكواليفيكيشن، دخل الدجري والميجر سي اس مثلا، والير حق الجرادويشن. فبس الحين خلينا نسوي برنت 5، طبع لي هنا عطان الاي دي والكواليفيكيشن. شوفوا كيف طبعها باستخدام التو سترينج، اول حاجه الميجر، بعدين الديجري، بعدين الجرادويشن يير اللي هي هنا سوينا لها اوفر رايد. وبس كده خلصنا اللاب الثامن.